في محرابك نخرج من وجع الجسد، ألم الروح، نسكن عشق الورد، تعالوا نبتدئ الحياة ونهدم حدود المستحيل، تعالوا نبتدئ أشرعة الحياة، حياة من دون مستحيل. هنا تبدأ أشرعة الولادة، هنا تبدأ أشرعة الحياة، أشرعة مجد يونس أحمد. أشرعة الولادة بتبلش قبل 43 سنة. كان في شاب اسمه يونس أحمد، اتزوج صبية من ضيعة بجبلة اسمها عليا علان، وهي الصبية كانت كتير 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 بتحمل عبق الأرض، كانت تشتغل بالأرض، مزارعة فلاحة، كانت يعني كانت مناضلة يعني. تزوجوا، وكان نتيجة هذا الزواج إنه جيت أنا مجد، أنا أكبر واحد بإخواتي، والدي كان عسكري يعني، كان أيضا يعني يتعب، كان يناضل، كان يسافر من محافظة إلى محافظة أثناء الحرب، أثناء حرب تشرين التحريرية، هو كان ينقل دبابات على الجبهة، كان معه ناقل الدبابات، دائما كان غير متواجد في البيت يعني. فربينا نحن في بين ايدين ام كثير كانت قويه، ناضلت كثير لحتى قدرت تحافظ علينا كاسره في غياب الاب اللي هو كمان عم يناضل خارج البيت. هيك كانت البدايه مع هيك اسره مؤلفه من 5-6 اشخاص، 4 شباب وبنتين، كنت انا اكبرهم وكنت حابهم يعني، وما زلت حبهم ورح ضل حبهم أسرتي. هيك كانت البدايات لما كنت طفل صغير. البيئة اللي ربيت فيها بيئة كتير عفوية، بيئة كتير فيها ريحة الأرض، فيها ريحة التراب. ربيت في هاي البيئة. بتذكر وقتها كنا بالضيعة اللي هي اسمها حميميم، ضيعة كتير كانت قبل ضيعة بكر، فيها الشجر، فيها المي، فيها بير المي، فيها بير المي اللي كانوا يجتمعوا عليه كل أهل الضيعة من صبايا وشباب، كان يصير في طقس كتير حميمي على هذا البير. بتذكر هذيك الأيام كتير، بتذكر كيف كنا نروح رحلات بحرية كتيرة. كان أول مرة أنا بتعرف على البحر من خلال هيدي الضيعة، أول مرة بتعرف على البحر بحادثة غرق. هي حادثة الغرق اللي كانت خلتني ما أبعد عن البحر، خلتني أتقرب منه أكثر، لأنه كان فيها تحدي أنه ما بصير يغدر فيني البحر بهي الطريقة. أشرعة الصبا، هي الأشرعة اللي هي عملت بذاكرتي نوع من تكوين للشخصية. أشرعة الصبا كان لها وقع خاص، ويعني حرفت لي حياتي باتجاه أفضل. أنا كان طبعي يعني شاب انطوائي خجول، ويمكن بعدني بحمل شوي من هذا الموضوع. هذا الموضوع دفعني باتجاه أني روح ألعب رياضة. كانت الرياضة اللي لعبتها عملت عندي تحفيز باتجاه الشخصية، عملت عندي تهذيب لنفسيتي،
بلشت اندمج بالمجتمع اكثر بين رفقاتي، ما عاد انطوائي، يعني صرت هيك يعني اكثر انفتاح على اصدقائي، اكثر يعني حيويه، يعني كمان حققت عندي نجاحات كثير حلوه عززت لي ثقتي بنفسي، هي رياضه الكاراتيه. ويعني انا اخذت بطوله الجمهوريه 4 مرات وكفيت فيها لصرت بطل ومدرب وحكم في هاي اللعبة اللي هي أثرت فيني كتير كتير، ويعني عملت تقويم لحياتي اللي أنا كنت عاني منها بالصغر يعني، وما زلت يعني حتى هاي اللحظة يعني أحيانا بحن لها هاي الرياضة، بحن لرفقاتي، بحن للجو اللي كان موجود. كانت بطولات كتير هيك إلى جو حماسي، جو في منافسة كتير قوية. الرياضة هي اللي حفزتني باتجاه آفاق أخرى بالحياة. الرياضة كانت عندي هي المحفز الأساسي. اللعبة اللي كنت ألعبها أنا يعني أعطتني مجال أوسع، خلتني يعني أرجع أعمل إعادة نظر بالحياة واكتشف شغلات أنا موجودة فيني أنا ما كنت بعرفها، بس بعدين اكتشفتها هي الأشياء من خلال هاي الرياضة وهذا الجمهور والاستاد كنا نلعب فيه بالصالات الرياضية المغلقة. يعني كان هذا الجو الحماسي والجو الاستعراضي، لأنه اللعبة هاي نفسها فيها جانب فني كتير، في استعراضي بيشبه كتير أشياء العلاقة بالفن، وهي فن بحد ذاته هاي الرياضة. من خلالها يعني اكتشفت حالي أنه أنا فجأة بحب المسرح. بتذكر رفقاتي لما كنا نكون في احيانا في بطولات، انا اخلص مثلا وهيك فرحان بالميداليه اللي اخذها وبطلع على المدرجات بقعد بتابع رفقاتي التانيين. كان مدربي كان شخص كثير مربي، يعني اكثر ما انه مدرب يعني، فكانوا دائما هن اثناء هذا الوضع اللي كنت انا فيه كانوا ينادوا لي من تحت الصاله على المدرجات لفوق: يا مخرج! طبعا هن يعني ما مصدقين انه انا ممكن يعني انه اروح على هذا المجال وفوت على المسرح وحب المسرح واترك كل شيء بحياتي باتجاه اني انا اشتغل بالمسرح. هلا المسرح هون بقى الحكايه الاساسيه اللي انا بلشت حياتي الحقيقيه فيها. أشرعة المسرح، أشرعة الحياة. حكايتي مع المسرح حكاية كثير إلى وقع عندي بحياتي العامة، حكاية قديمة بلشت من لما يعني من لما بهذاك الجو الرياضي اللي كنا فيه، من هذاك الجو اللي هو نشأ عندي هذا الموضوع، هذا المسرح. شو هذا المسرح؟ شو حكاية هذا المسرح؟ كان في شغف حقيقي، كان في نبض بقلبي يطلع لما ينذكر مسرح، لما اشوف مسرحيه، لما اسمع بمسرحيه. كنت اركض بايدي واجري روح احضر المسرحيه وشوف الممثلين، شوف هذا الجو اللي هو مغري، جو جذاب حقيقي جدا 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 جدا. كان بالنسبه لي كنت حلق من السعاده، كنت انبسط، كنت احس حالي منتشي تماما لما بشوف هذا الفضاء الواسع اللي هو بيعكس حياه حقيقيه انا بفتقدها بالحياه الطبيعيه. هذا الفضاء خلاني بكل بساطة كمل رحلة الاكتشاف تبعي. كان المسرح هو مغري باتجاه الاكتشافات الحقيقية، إنه في حياة تانية، في حياة أخرى، أكثر صدق، أكثر حياة، أكثر هيك إيقاع بالحياة الحقيقي، أكثر صدق. عملت فرقة مسرحية مع رفقاتي، بلش حلمي من هون يعني، وكانوا كتير متعاونين معي وحبوا الفكرة. هاي الفرقة اجتمعنا مع بعض وآمنا بأنه نحن فينا نعمل شيء بالمسرح،
فينا نشتغل شيء، فينا نكون نحن صادقين أكثر مع حالنا. وكانوا مأمنين بالفكرة بطريقة أنا يعني اندهشت، يعني فإنه كل هذا الصدق، كل هذا الإيمان، كل هذا الطريق المفتوح قدامي كان متوفر قدامي بكل بساطة. المسرح هو الصدق، المسرح هو حكاية حياة حقيقية تحمل من الصدق ما تحمل، حكاية مسؤولية حقيقية يحمل أي فنان وقف فيها قدام جمهور. هذا الجمهور اللي إنه يعني لما توقف قدامه أنت بتشعر برهبة حقيقية، إنه أنت قديش قادر تقدم له لهذا الجمهور، قديش قادر تكون مغري في عينه لحتى يقدر يتابعك أنت على المسرح. كل هذا ساهم بأنه أنا أقبل التحدي وأقبل مكاني في المسرح. بلشت أبحث عن مكاني في المسرح. البحث عن مكان في المسرح كتير صعب، كتير صعب، لأنه الخارطة المسرحية في سوريا هي خارطة كتير غنية بالوجوه وبالنجوم وبالأسماء المهمة جدا على مستوى العالم والوطن العربي. فأنا يعني هذا التحدي كان كبير بالنسبة لي، إلى أي مدى أنا قادر كون موجود، إلي مكاني، إلي اسمي في عالم هذا المسرح. بلشت أعمل العروض المسرحية اللي أنا يعني كنت بحب أني أعملها. كان أول عرض بتذكره لهلأ اسمه عسكري تحت الطلب. هذا العرض كان نص لطيف كوميدي، كان من تأليف النجم هلأ المعروف أيمن زيدان. كان هذا العمل الأول لإلي اللي أنا أخرجته بطريقة يعني حبيتها وقتها وحققت قبول عند المشاهدين، وكانت أول تجربة إخراج لإلي بتعطيني ثقة أنه أنا ماشي صح. هاي التجربة يعني كان معي فيها رفقاتي حبوها كمان، ووقتها اشتركنا مهرجان وأخذنا فيها جائزة على مستوى المنطقة اللي كنا فيها نحن. والتوالت يعني الأعمال اللي اشتغلتها حتى صرت يعني صار في مثل برنامج سنوي، أنا عندي حجم عمل سنوي لازم اشتغله يعني في هذا المكان. وكان كل عمل هو عبارة عن اكتشاف جديد للمسرح، اكتشاف جديد لعالم المسرح، اكتشاف جديد لمجد يونس أحمد في المسرح. هاي الاكتشافات كلياتها عززت عندي الثقة أنه أنا قادر يعني انتزع مكاني بين المسرحيين الموجودين. لك يا ابني وقت، حاضر والله، حطولي انتم ما عندنا وقت اعملكم، ما تيجوا محضرين يا ابني، قصدي عندما تكون جاهز يلا انطلق. انطلق حبيبي. العرض الثاني كان اسمه من يقتل الأرملة لوليد إخلاصي.
اشتغلت كمان مع مجموعة كمان جديدة، كنا نحن نعمل مثل وركشوب بسيط، وكنت أنا مشرف على هذا الموضوع. العرض الثالث بقى هو كان من تأليفي، يعني أنا يعني من خلال القراءات الكثيرة اللي قرأتها في المسرح ومن خلال المسرحيات اللي قرأتها، كان في يعني بالنسبة لي أنا كمجد كان في جهد هائل يساوي المخرج المسرحي لإعداد نص، فأنا كنت قادر أعمل بكل بساطة بدل الإعداد تأليف نص بناسبني أنا، بناسب رؤيتي، بناسب وجهة نظري، بناسب طريقتي الشغل، طريقة الشغل اللي أنا بالأساس اشتغلت عليها في المسرح. أشرعة البحر. انتقلت على اللاذقية واستقريت فيها، وتعرفت على المسرح باللاذقية اللي كنت أنا بالأساس أسمع عنه. تعرفت على مجموعة من الشباب لهم باع طويل في المسرح باللاذقية، بتذكر منهم يعني أول ما اشتغلت معه الأستاذ هاشم غزال، المرحوم عدنان السيد الله يرحمه، اشتغلت معه عمل كمان للأطفال، كان في مجموعة كبيرة من النجوم، الوجوه المسرحية الموجودة باللاذقية. بعدين بلشت اتنقل بين المسارح الموجودة باللاذقية، يعني الجهات المنتجة للمسرح، اشتغلت مع المسرح الجامعي، اشتغلت مع المسرح الشبيبي، مسرح العمال، بعدين صرت اشتغل مع المسرح القومي. تابعت بكتابة الأعمال المسرحية وإخراجها، وكنت اشترك بمهرجانات، يعني كانت الأعمال اللي اكتبها وأخرجها يعني كانت يعني كان لها هيك يعني صدى يصير جدل. المسرح اللاذقاني له حكاية خاصة فيه، صرت دور أنا على هاي الحكاية بالمسرح، اتعرف عليهم للناس الموجودين هون، لهم نكهة خاصة كلهم، يعني كل الوجوه اللي بتشتغل بالمسرح والنجوم اللي بتشتغل بالمسرح لهم نكهة خاصة، يعني لهم جوهم الخاص اللي بيتمتع بالجمال وبالعفوية كنت حبه لهذا الجو، وكنت دائما أنا أكون يعني مساند لإله ومساعد لإله. المسرح باللاذقية بيحمل سمة فريدة، لأنه في حكاية باللاذقية ما يعني حكاية فريدة بتنبش نبش، يعني الأشخاص اللي كانوا ينبشوا بالحكاية يجيبوا النصوص يشتغلوا عليها، كان في أجواء كتير لطيفة وكتير حلوة، هذا يعني خلاني أنا يعني اكتسب طاقة جديدة للعمل في المسرح. أيام نزار وعشق البنات، سعد الله والنوس ومشروعه المسرحي يلي غزا العالم العربي والعالم كله كمان، عدوان وجوعه للحياة المغوط وكاسة للوطن. لعند هدوك أنا بعدتك، مو بعدتك لتسهر مع هالزعران. لك في فضحتنا، يلا بدك ابني نهيلي هاللعبة قبل ما يصير معك شي مصيبة. هلأ بيحسوا عليك. ما بيحسوا هدول شحيش. والله لن تستقيم. طول بالك أبوي إلا ما يجي يوم وتستقيم. طول بالك. وهلأ خلونا نرجع سهرتنا بالجنة. المسرح باللاذقية أعطاني سمة جديدة اشتغل عليها بالمسرح، أعطاني روح جديدة، أعطاني حماس جديد، أعطاني حياة جديدة. كان مجموعة من الاكتشافات، مجموعة من الرؤى، مجموعة من وجهات النظر الجديدة اللي أنا أضفتها لشغلي بالمسرح. مشان هيك يعني خليني أقول إنه إذا بده واحد بيحكي عن المسرح وحياة المسرح بياخذ زمن طويل، خليني أختصره إنه يعني مشان هيك المسرح هو فيني أقول عنه هو الحياة الحقيقية. خليك مع العباقرة يلي تعبت كتير لخليتك تحبهم،
يا حويلة هالمكتبة اللي تركت لك ياها، دواوين شعر، مسرحيات، كتب تاريخ، بس ما في فايدة. والله لن تستقيم، لن تستقيم، لن تستقيم. أشرعت خطوات، خطوات سينمائي للأفلام القصيرة. طبعا هذا المهرجان هو مخصص للشباب. كان تحدي كبير خطوات، كان تحدي لاستمراره. من البداية قررنا، يعني لما نشتغل خطوات قررنا أنه لازم يستمر، ما أنه نشتغل الدورة الأولى وننام، لأنه هذا الحلم كان في إلنا شركاء كتير فيه بيحلموا أنه يصير خطوات، وكانوا الشركاء بالأحلام كتير أقوياء كمان، كمان كانوا مصرين أنه هذا المهرجان لازم يمشي. عملنا الدورة الأولى وكانت مغامرة حقيقية، يعني عملناها بظروف يعني كتير صعبة، وكانوا يقولوا العالم أنه يا أخي هلأ بهذا الزمن اللي عم تعيشوا البلد أنتوا عم تعملوا مهرجان سينما. نحن يعني أنا كمجد يعني بقول أنه فعلا نحن هلأ بهذا الزمن اللي نحتاج فيه السينما. السينما يعني اللي بيعرف السينما شو يعني أو معناها الحقيقي بيعرف أنه هلأ وقت السينما، هلأ وقت أنه الأفلام، هلأ وقت التوثيق، هلأ وقت الشغل بالسينما، هلا وقت انه نحن نشتغل كلياتنا. وما بس هيك، مولاتنا الملكي ما عنده عم بالمره. الملكي؟ ايه الملكي. ملكتنا؟ طبعا. بس عفوا انا اللي بعرفه. هويتك يا ابني، هويتك يا ابني. يعني اذا بقول انه اللاذقيه تحولت لاستوديو تصوير بجوز ما حدا يصدق، فعلا كانت اللاذقيه استوديو تصوير. كان كل الشباب اللي موجودين باللاذقيه متحمسين ليشتغلوا، واشتغلوا أفلامهم كلياتها. كنا مجموعة يعني آمنت بالمشروع، آمنت بالفكرة، آمنت بهذا الحلم. يعني كنا نرسم خطواتنا هيك رسم على الورق أحيانا، ونقول معقولة يصير هذا الموضوع، بس إيماننا بفكرة المشروع، وإيماننا ببعضنا كشباب، وإيمانهم فيني كقائد لهذا المشروع، كنا نحقق نجاح كتير حلو. كنا يعني عملنا شراكات كتيرة مع يعني حتى مع الفعاليات الاقتصادية، مع الإعلام، مع الصحفيين. كان في ناس كتير داعمين، يعني أنا ما فيني أنساهم أبدا، وللأسف أنا ما فيني أعددهم كلهم، لأنه كنت شوف الفرح بعيونهم أنه في منجز مثل خطوات موجود بالبلد، موجود باللاذقية، هي المدينة البحرية اللي فيها إرث ثقافي كتير هائل بيتصدر للعالم كله، ونحن بنعرف شو قيمة هذا الإرث. بخطوات ثلاثة كانت النقلة النوعية للمهرجان. المهرجان يعني تحول من مهرجان محلي لمهرجان دولي، مثل ما هي رغبتنا نحن بالأساس أنه نحن هذا المهرجان يتحول لحدث سوري عالمي، نقدر نحن نستقطب فيه العالم كله من كل دول العالم لهذا المهرجان، لمدينتنا مدينة اللاذقية. وفعلا بلشنا بهذا الموضوع، وكانت الدورة الثالثة هي دورة مميزة على كل الأصعدة، على مستوى المشاركات الخارجية، على مستوى المشاركات الداخلية، على مستوى الشركاء، على مستوى الاهتمام من الفعاليات الموجودة بسوريا كلها، على مستوى التغطية الإعلامية، على مستوى الأفلام. يعني كان كتير مهم أنه مستوى الأفلام يعني كان فوق الجيد، على مستوى التجارب الشابة الجديدة اللي حققت حضورها بالمهرجان. كل هذا نحن يعني قدرنا نحط إجرينا على أرض صلبة حقيقية، وهلأ بهي الفترة نحن يعني بلشنا نحضر للدورة الرابعة من المهرجان، ويعني ونحضر لمفاجآت جديدة بالمهرجان، لمستوى جديد، لأنه صار واجب علينا ومسؤولية نحافظ على المستوى اللي وصلنا له بالنسبة لخطوات. بيبقى لكم خطوات الحب، هي خطوات الحياة الحقيقية، خطوات النجاح. بيبقى لكم أنه خطوات الأمل، خطوات الفرح،
خطوات الخير والمحبة والسلام لبلدنا اللي هو بالأساس بيجي من محبتنا، من انتمائنا لبلدنا، لتراب بلدنا، لشغلنا اللي نحن بنشتغله بالأساس إلنا ولبلدنا. تحت راية سوداء تشبه قلوبهم وعقولهم، يفتكون ويخربون ويقتلون، وأكثر ما يغضبهم العقل، لذلك تراهم يلاحقون المبدعين والعباقرة والعلماء. إنهم يخشون العلم، ترتعد فرائصهم من العقل. إنهم شر هذه الأمة التي لم تعرف الخير إلا بمحاربتهم والقضاء عليهم. والله لن تستقيم هذه الأمة إلا بمحاربتهم والقضاء عليهم. والله لن تستقيم.